الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر أهلنا في قرية الملقة على حسن الاستقبال وعلى الكرم والحفاوة. والمحاضرة دي عنوانها حق الله على العباد، ده عنوان المحاضرة، والعنوان ده مأخوذ من حديث، وهو أن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إلى آخر الحديث. طيب، حق الله علينا شنو؟ ربنا خلقنا ورزقنا وأنعم علينا، عنده حق أوجب علينا. قال رسول الله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا ناس، ده حق الله علينا كلنا، إننا نعبد ربنا عز وجل نمرة واحد، نمرة اثنين لا نشرك به شيئا. المشركين الكلام ده ما عجبهم، الما عجبهم شنو؟ أن يعبدوه دي وافقوا بيها. المشركين ما عندهم مشكلة إنهم يعبدوا الله، لأنه في ناس كتار ما عارفين، قايلين إنه المشركين الجفيون النبي صلى الله عليه وسلم ما بيؤمنوا بوجود الله وبينكروا ربنا عديل. لا لا لا، كانوا بيؤمنوا بوجود الله، وإنه ربنا الخالق، وإنه ربنا الرازق، وإنه ربنا المدبر، ده كله موافقين الله فيه، تمام. ربنا خلق السماء، تمام. ربنا يعبدوه إله، ما عندهم مشكلة، لكن مشكلتهم في نمرة اثنين: الشرك بالله عز وجل في العبادة. الكلام ده كيف؟ في آية من القرآن ربنا قال: وإذا ركبوا في الفلك بالسفينة دعوا الله مخلصين له الدين. دعاء بإخلاص، ويا أخواننا الدعاء عبادة. الدليل شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وربنا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وربنا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. والأدلة كثيرة. طيب المشركين دول كانوا بيعملوا شنو؟ كانوا بيعبدوا الله بيدعوه في البحر. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعا بإخلاص. فلما نجاهم إلى البر، مجرد ما يمرقوا لليابسة بيشركوا بربنا طوالي طوالي. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالناس لا بد تعرف الشرك ذاته كيف، ولا بد تعرف خطورة الشرك. الشرك باختصار تدعو ربنا عز وجل وتدعو غير الله، دهن الشرك. دعيت الله عبدت الله، دعيت غير الله عبدت غير الله، وده عندنا كثير ولا ما في يا اخواننا؟ راقد تجي تلقى في العربات واحد تلقى عجباه عربيته، ادى ليه والله؟ تلقى كاتب يا فلان، شيخه اللي بيعتقد فيه تلقى كاتبه يا فلان، واحد تلقى عتر يقول لك يا الشيخ فلان،
ويا اخواننا الشرك ده الوحيد انا داير اوريك خطورته شنو عشان تعمل منه حسابك. الشرك ده ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكلام ده معناه شنو؟ معناها انت مت مشرك بالله، بتدعو غير الله، بتعلق حجابات، الحجاب ده شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك. لقيت ربنا عز وجل وانت مشرك، في حالة زي دي ما ربنا ما بيغفر لك. ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اثنين، الجنة عليك حرام. ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا دايرك تعرف خطورة الشرك شنو عشان تعمل حسابك. أبو طالب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة جده كفل النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة يكفل النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ضد المشركين بسيفه، وعارف إنه الدين ده حق. لكن لما مات على الشرك ربنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له وقال هو في النار في ضحضاح من النار. ليه؟ بعد دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه وبأولاده، كان يجيب ولده يرقد بدل النبي صلى الله عليه وسلم في سريره عشان لو جاء المشركين دايرين يقتلوا الرسول ما يلقوا، يلقوا واحد من أولاده ويقتلوا. يا أخواننا في كلام قدر ده؟ بعد ده لما مات على الشرك دخل النار. دي خطورة الشرك، والشرك ده بيعملوا منه اليومين ديل. شفت عباد القبور ديل بتاعين القبب والأضرحة والشغلة زي دي؟ هم ديل ذاتهم جماعتك الصوفية ديل، ده ياهو الشرك. ونحن بنوريك نحذرك، أسي نحن وريناك إنه الشرك ده خطورته إنه الله قال ما بغفره ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون الشرك ده بيغفروا لك، لكن الشرك ده قال ما بغفره عديل. بيعملوا الجماعة ديل مثلا، أديك أمثلة من كتبهم ذاته، يقول لي غير الله بيحي الموتى. والحلة دي فيها كلام كثير، فيها سمانية أظن. ده واحد اسمه عبد المحمود نور الدايم من طابط هناك، الناس دي كلها بتعرفها. ده عنده كتاب اسمه أزاهير الرياض، كتبه بيده وبيطبعه، وإن مشيت هناك بيدوك له بقول لك هكذا كتاب أبونا الشيخ. فيه شنو؟ في صفحة 150 قال فصل فوق، فصل إحياء الموتى. قال شيخنا ده من كراماته إنه بيحي الموتى. قال جاء ذات مرة إلى مدينة سنار، واجتمع إليه الناس الغضاة وما عارف والرؤساء، قالوا له دايرين كرامة منك عشان نحن نبقى لك حيران. قال لهم جدا أديكم كرامة. قال له خلاص تمشي معانا المغابر هناك، تحي لنا زول تقومه، تقوم لنا زول نحن بنحترف بك. قال دخل المغابر وقام شاف له قبر، قال له قوم عليه حيلك. قال الزول قام. يا اخواننا ده كلام ده؟ قال خلي ده برضو عندهم كتاب ليك سلام مني بتاعهم هم ذاته. قال له سلم يا ولد، يا اخواننا كده ركزوا معاي. قال له سلم يا ولد، مالو؟ قال اهو ده القلب البيت ولد، الله خلق بيت. انت عندك شنو مع ربنا عشان تعرف استهبال واجرام ولعب بعقول الناس المساكين؟ الكلام ده طبعا قالوا البرعي في كتابه لك سلام مني، بيمدحوه في التلفزيون. البرعي شرحه بيده، في ناس يقول لك لا 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 اقيف اقيف، الزول ده زول عنده علم وما بيعني الكلام ده. لا بوريك براه وشرحه. قال ابونا الشيخ احمد طيب البشير، ده طبعا الشيخ الكبير بتاع السمانيه، قال جاء واحد من حيرانه قال له يا اخي انا عندي 7 بنات. يا اخي الله قال يهب لمن يشاء اناثا. الشيخ عشان تعرف الإجرام قال له جيب واحدة مننا الكبيرة، يوم الجمعة
بعد الصلاة قال الصبح قال لي لبسها جلابية وجيب لي. قال فمر الشيخ ده البرعي بيحكي كده. قال فمر الشيخ يده عليها قال فانقلبت ذكرا في الحين. أخواننا رأيكم في شنو في الكلام؟ قال حسن وتحسون بكم؟ شوف اللولوة. قال حسن فوق الكون متحكم. يا ناس المتحكم في الكون ربنا الخلق الكون الإله الرب ده. قال لا قال حسن فوق الكون متحكم ونازل. والله ناس مساكين. الشيخ هو بيمرض. اللي بيقول في الكلام ده ذاته عمك اللي بيقول في الكلام ده البرعي جاته حصوة مرقوا بقى في مصر عشان يتعالج وبرضه ما بتوبوا. يقول لك الشيخ ده بيعالجنا. تجي انت عيان الشيخ يقول لك تعالي المبروك تف يبزغ لك في راسك. هو يمرض يودوه اسبانيا ويودوه مصر. هسه انا جاي جنب بيتنا جيراننا ديل حيران للشيخ ازرق طيبه. والشيخ اليومين ده العيان قالوا قاعدين مكسرين عاملين لنا ازعاج. يا اخي انتوا طيب الشيخ ده ما دام بيمرض وبتودوه الدكتور بتدعوه مع الله ليه؟ زايد مننا بشنو؟ ربنا قال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. وربنا قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله. الله قال اضل زول اضل بشر لو جاء سألوه قال لك تعال اضل زول منه. ربنا قال اضل زول ومن اضل ممن يدعو من دون الله. قال اضل زول اللي بيدعو غير الله ده لانه ربنا خلق الكون كله تجي تدعو غيره. وربنا قال يا ايها الناس دي ايات قرانيه ويجي يقول لك نحن حافظين القران. ربنا قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ودعاء غير الله شرك مخرج من الملة كفر بالله عز وجل. ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر. انت شوف دعيت غير الله انت معناه اتخذت اله. دعيت الكبايه دي دعيت الكبايه دي معناه اتخذت اله مع الله عز وجل. كبايه قلت يا الكبايه معناه صرفت لها عباده جعلتها اله. ربنا قال ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. ختم الايه بشنو؟ قال إنه لا يفلح الكافرون. من الكلام ده يتبين لك إنه النازل طريقتهم دي طريقة باطلة وطريقتهم دي بتوديك النار. في ناس بيتحيروا يقول لك يا أخي كيف الكلام ده يا نحن كلنا مسلمين وما في داعي للتفرقة وما في داعي للكلام ده. الكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قال الأمة دي بعدي بتختلف كثير. وفي حديث قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة. ورانا قال الأمة دي بتتفرق جماعات كثيرة وأحزاب كثيرة لكن ورانا نحن نعمل شنو عشان نخش الجنة ونركب الطريق المستقيم. قال 72 فرقة قال كلها في النار 73 فرقة كلها في النار قال إلا واحدة. الصحابة سألوا قالوا لا الواحدة دياتا. قال ما كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. والصحابة كانوا على الكتاب والسنة. أنا من قبل بدأت كلامي أصلا ما قلت لك شيخنا طار ولا قلت لك شيخنا عنده كرامة ولا قلت لك شيخنا ركة. بديك آية طوالي.
ربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، بديك ايات قرانيه. ربنا قال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، بديك ايات قرانيه. ليه؟ لانه ده الحق. كلام الله ده، كلام الله ده هو اللي بيدخلك الجنه لو عملت بيه. كلام ربنا القران. هسه الجماعه ده اللي بيحفظوا القران تلقى حافظ القران بروايتين، يقول لك بالدوري وبكده وبكده، في نفس الوقت تلقى ما بطبق القران، مجرد ما يعتر يقول لك يا الكباشي مرته ما ولدت، يقول لك يا اخي المره دي والله ليها سنتين ما ولدت. يا اخي ما تدعو الله انت ولا زكريا؟ زكريا ربنا قال عنه هنالك دعا زكريا ربه، ده نبي، نبي رفع يديه الله فوق. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وقال ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. لكن الجماعة ما بريحوا، بيقول لا تمشي للشيخ الرزيقاب مشهور بالجنة الكبابيش، بده الجنة يقول لك، بده الولد، بده بين. يا أخي ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يقول لك لا 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 لا، شيوخ الرزيقاب الشيخ تدي وقتين بتاع الذهب، شيخ ذاته مستهبل خلاص، ذهب عديل. يقول لك يا أخي الشيخ تدي وقتين بتاع الذهب، يديك بكر كمان يقسموه عديل، يديك بكر تدي وقية واحدة قال يديك بيت. يا اخواننا دي لخبطت شنو؟ شغل بتاع لف ودوران ولعب بعقول المساكين. ونحن والله بننصح لله عز وجل، بنوري الناس الحق من الباطل، ولا بنجي نقول لهم عندنا جماعه تعالوا ليا، ولا بنجي نقول للناس ابقوا حيراننا، لا لا لا، بنقول للناس يا ناس انتوا ونحن مسلمين نقرا القران ده، نمش بالكلام اللي فيه اللي قالوا ربنا عز وجل، نقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نطبقها في حياتنا. ليه؟ عشان لما نموت نخجوا والغبر ربنا يفتح لنا طاقة من الجنة ويدخلنا الجنة. دي رسالتنا كلها، وبنحذركم من الشر. أسي يقول لك يا أخي أنت ما خليت لك زول، يا أخي أنا والله ما عندي معاه أي علاقة، والله لا عندي معاه مشكلة في واطة ولا مشكلة في نسب ولا مشكلة في أي شيء، لكن ده شر شر شر، ولا بد ان احنا نحذر منه الناس، خايفين عليهم عشان ما تمشي تقع في الشرك بالله. وربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجزاكم الله خير، وانا اكتفي بهذا القدر.